ما تزرقش ديالكو تخلقني ازرع عفاك عفاك السيما ازرع خليك بعيد باش تخرج انا وكل العين صافي انا اليوم غادي نلوح راسي السلام عليكم ورحمة الله اخواني اخواتي مرحبا بكم معايا في الفيديو الجديد. اذا كما شفتوا في المقطع الاول ديال الفيديو ندى صافي تفرقات مع نزار وهو دار واحد اللايف تيقول بانه غادي ينتحر غادي يلوح راسو. فبصراحه كنشوفوا واحد المهزله اللي هي كبيره وكبيره بزاف. هاد الناس هادو ما بغاوش يساليو من هاد التبرهيش ديالهم وهاد اللايفات اللي عامرين بالهضره الخاسره للاسف. ولكن انا قناتي ما متعوداش انني ندير فيها هاد الهضره هادي، فانا حيدت كاع داك المقاطع اللي فيهم داك الهضره اللي تيقول بصراحه ما تسمعش، فخليت فقط الكلام اللي تيقول. المهم علاش غادي ينتحر انا قلت لكم، ولكن غادي تسمعوا باللسان ديالو والسبب شكون. المهم غادي نخليكم تكملوا المقطع الفيديو ورجع لكم. تبعوني في حياتي ولا الكلاب؟ نعم دير غير واحد اللايف بلاتي انا ما نعرفش شنو انا نعرف دير اللايف دابا غير تشفاو فيا فهمتيني، خذوا راحتكم ضحكوا عليا مزيان حقاش انا اللي درتها لراسي. وفي الاخر تقلبوا عليا وخرجوا لي لحياتي. هذاك الملولي عطيتو التسعة قلت ليه الله يعاونك تكون بيت انا وياه درنا داكشي اللي بغينا نديرو، علاش تابعني هنا طنجة؟ علاش وداك زواجي بين هذا حسي ما فهمتش علاش تابعيني في حياتي. انا ما فهمتش شنو درت لكم علاش تابعيني في حياتي. اشني الحاجه باش انا تبعت البنت اللي كنبغي بقيت معها تقنعتها باش تزوج بيها، في الاخر جا الزملولي ضرب ليا كلشي في الزيرو. دابا فرحتوا دابا ياك؟ ها فرحتوا؟ حنا تفارقنا، حنا تفارقنا. انا اليوم غادي نلوح راسي. كما سمعتوا اخوتي تيقول بان الملولي تبعهم لطنجة هو المناجر ديالو هما السبب باش انهم فارقوه مع ندى. هو دابا ما بقاش معاها وتيقول كما قلت لكم من قبل بانه غادي ينتحر. يعني هاد اللايف اللي دار بصراحة كيشجع الشباب على الانتحار وعلى تخسر الهضرة وعلى بزاف ديال الحوايج. هادي تزيدوا على اللايفات الاخرين اللي داروا في الايام اللي دازت. فبصراحة خاص السلطات انهم تدخل ديال بصح، لان هاد القضية غادا وكتبرهج. ها السكر العلني، ها الدعارات، يعني بزاف ديال التخربيق، الضرب ديال الكومبا، هاد الكومبات اللي ما كينظمو حتى شي واحد، كينظموها من راسهم، ما كاين لا بطولة لا حتى شي حاجة. فهادشي خاص شوفوا ليه شي حل، لا توقع شي حاجه كارثيه. وما عرفناش هادشي اللي كيديروا واش تمثيل ام حقيقه، يعني سواء كان تمثيل ام حقيقه فهادشي راه كيتنشر في السوشيال ميديا وكيتفرجوا فيه مراهقين شباب، يعني كياخذوا هادشي بعين الاعتبار. فضروري خاص شي حل لهاد الشيء هذا اللي زاد على حده. كنتمنى اخوتي ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وديروا لايك الفيديو، واللي ما مشتركش يشترك عندي مرحبا والف مرحبا. والناس القدام كنقول لهم راكم مالين الدار، وخوتي كثروا لي لايك وبارطاجيو لا فيديو ما امكن. وكنتمنى لكم فرجه طيبه والسلام عليكم.